تأسست لو وليد كانت تجربة يعني تمت في الآونة الأخيرة وأثبتت نجاحها من خلال قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وهو ضم بعض مدارس الثانوي العام والمدارس الفنية إلى مدارس عسكرية وتدريس مادة التربية العسكرية ليها. كلمنا سيادتك عن هذه التجربة ومادة التربية العسكرية اللي بتتم داخل هذه المدارس. هو بيجي هدف من تدريس مادة التربية العسكرية وهو بيبقى إعداد جموع الطلاب للمشاركة في تنمية الوعي والانضباط الذاتي، وده بيكون فيه وغرس القيم الثقافيه وتنميه روح الولاء والانتماء، تمام، وتنشئه جيل من الشباب قادر على المشاركه في النهوض بالدوله المصريه. وطبقا للبروتوكول التعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، تم التصديق على تحويل عدد من المدارس الثانويه الفنيه لتكون مدارس تاسيس عسكري. ده باجمالي 479 مدرسه على مستوى الجمهوريه، وجرى التصديق على اضافه عدد 100 مدرسه للعام الدراسي 2024-2025، وفي عدد 118 مدرسة ثانوي عام عسكري. كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عرض المشروعات التنموية العملاقة والمشروع الوطني لتنمية الريف المصري حياة كريمة على المواقع الرسمي للوزارة لرفع الوعي لدى جميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، والتأكيد على دور الدولة والقوات المسلحة في أعمال التنمية المستدامة. ست لو وليد، بالنسبة لمادة التربية العسكرية والدورات التربية العسكرية اللي بتحصل في الجامعات وسواء جامعات حكومية أو خاصة، بالنسبة لطلبة الجامعات بيتم تدريس مادة التربية العسكرية لعدد 28 جامعة حكومية و58 جامعة خاصة وأهلية وتكنولوجية و164 معهد عالي، تمام، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الجامعي للارتقاء بالمستوى المعرفي لأبنائنا الطلاب وغرس الانضباط الذاتي وتطوير المحتوى الدراسي وطريقة التدريس. ده كله بما يتماشى مع المتغيرات الدولية والأقليمية المعاصرة والمستوى العلمي والثقافي للطلب. وبيتم عقد محاضرات بدعوة محاضرين من كلية القضاء والأركان والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وبتشمل هذه المحاضرات على عدة موضوعات. ده بيكون منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، تهديدات الأمن القومي، المخاطر المؤدية للوقائع التجنيدية، المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب، والأسلوب الوقاية منها. وهذه المحاضرة على الموقع الرسمي للقوات الدفاع الشعبي والعسكري. ستر وليد، ده بالنسبة لشباب الجامعات والمدارس. كلمت سيادتك عن مادة التربية العسكرية والندوات والمؤتمرات اللي يعني بتم عقدها داخل الجامعات المصرية سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة. بالنسبة بقى للنشء الصغير، هل القوات الدفاع الشعبي والعسكري ليه دور في بث روح الولاء والانتماء لدى الشباب الصغير؟ حرصا من القيادة العامة للقوات المسلحة على ترسيخ روح الولاء والانتماء والمواطنة وغرس الحس الوطني في نفوس أبنائها من النشأ، تم إعداد محتوى فيلمي للتواصل مع النشأ الصغير من خلال إعداد أفلام برسوم متحركة. ده بنغرس فيه التقاليد والقيم والمبادئ وحب الوطن والتعريف بما يقدمه أبطال القوات المسلحة.